Donc, en fait, le jean هذايا متاع برشكا كوم انسبيراسيون il est très facile à faire seulement باش ياخذ لكم شويه وقت نجمو تقدو وقت كي تبداو فاضيين. اول حاجه قيسوا لو جين اللي vous allez le transformer وماركي فين تحبوا تقصوه. انا قصيت نتاعي حكي 3 سنتيمتر فوق الشفي. Après, j'ai marqué les zones et les biches normales ont usé à l'aide d'un crayon blanc pour les yeux. Et par contre, j'ai choisi de déchirer un seul genou. Ça reste une question de préférence. بعد بدأوا نحيو الخيوط البيضة الهوريزونتال avec vos doigts. Après, vous pouvez utiliser une épingle كما قاعدين تشوفوا pour faciliter la tâche. بعد ما تكملوا كان قاعدوا لكم خيوط بيضة خارجة قصوهم ولا خليوهم كون فولي. alors طاو فوق الفرنج هذيك عملوا قاسة هوريزونتال مي سيت فوا لازمكم تنحيو لي فيل بلو في عرض لي فيل بلون وكملوا هكاك حتى تنحيو لي فيل بلو اللي في عرض القاسة الكل. باش في كملتو القصة هذيك تنجمو بعداك تزيدو قصة اخرى بجنبها اقصر منها وكيف كيف تنحيو لي فيل بلو. وما تنساوش اللي لي جين اوزي جامي يكونو بارفي دونك باش نعطيهم ان افي ان بو ميسي لازم التقطيعات نتاعكم تكون سو فورم دو ريكتانجل لاصقين لبعضهم اما مش قد قد كيما الجرافيك اللي قاعدين نشوفو فيه تو. pour les poches les ont comme تخرجوهم باش ما تقصوهمش بغلطه وتكملوا بنفس البروسيسوس تقصوا دو لين هوريزونتال باراليل وتنحيوا لي فيل بلو. بعد خذوا اون بانكل مره اخرى وخرجوا لي فيل بلو اللي على الحرف نتاع القصه الكل ما غير ما تنحيوهم المره هذه باش تزيدوهم على الخيوط البيضاء الاخرى هكاك باش التقطيعات نتاعكم ما تكونش فارغه سينو vous pouvez passer cette étape وحطوه في الماشينه العاديه.